اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفنا في المباراه طبعا احداث طبعا استبعاد مستر اجوستي بعد ما حصل على 2 تكنيكال فاول، واللي قاد الفتره الباقيه من المباراه كان الكابتن احمد الجرحي. فنروح لزميلنا ومراسلنا من ارض الملعب فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي. اليك الكلمه فاروق، اتفضل. من جديد كل التحية لك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مبروك للنادي الأهلي، فوز مستحق على فريق الجيش النهارده، يعني في ظل الغيابات والنقص العدد اللي بيعاني منه فريق النادي الأهلي، لكن دايما بيبقى رهان النادي الأهلي على الأجيال وعلى الشباب الموجودة. يعني معايا في هذه الأثناء الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مباراة قوية، جيم كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي، ما تحسهاش إن هي مباراة بداية موسم، شفنا إن الدقيقة الأخر دي وفريق الجيش أيضا أدى مباراة قوية من النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الف مبروك وبرحب بكابتن هيثم وضيوفه في الاستوديو. مش عارف مع كابتن هروح على كابتن طاهر، طبعا كابتن سرعوي كابتننا. طبعا انت شايف نادي الجيش فرقه كبيره طول عمره من 8 كبار ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى. احنا مش قصه غيابات، الغيابات دي يعني شبه بارادتنا، لان احنا طبعا عندنا اللعيبه الدوليه مريحينها. اي لعيب مصاب اصابه خفيفه ممكن يعني لا قدر الله ونزل تطول معاه، احنا مريحينه، مش مستعجلين على حد، عايزين ندي فرص للولاد الصغيرة. الدنيا كانت ماشية كويس في التمرين من الولاد الصغيرة، عندهم استعداد ان هم ياخدوا الفرصة ويثبتوا نفسهم. الحمد لله متهيألي النهاردة أدوا بشكل كويس جدا. اما بيلعبوا قصاد خبرات كبيرة في نادي الجيش، تعال نادي الجيش يمتلك لعيبة خبرات ولعيبة دولية، ودايما ند للند مع النادي الأهلي والزمالك والجزيرة والاتحاد مع الفرق الكبيرة وهم فول تيم. تخيل بقى لو انت بتلعب من غير 9 لعيبه اساسيين من القائمه بتاعتك 15 وبتدفع ب9 ناشئين. قبله بلاء حسن، وده اللي انا كنت بتكلم عليه دايما من فتره كبيره، ان النادي الاهلي هيجني ثمار ان شاء الله قطاع الناشئين بتاعه. وبالتالي كابتن طاهر رجب قاعد في الاستوديو وجي بعديه كابتن سيد صابر، يعني الاثنين ممكن يكلموك على قطاع الناشئين اكتر مني. كابتن طاهر خبير في قطاع الناشئين، اشتغلت تحت ايده فترات كتيره، فالحمد لله يعني يمكن انا اسعد واحد، وكابتن طاهر عارف الشعور اللي انا فيه، ان انا بشوف الولاد دي بتلعب دلوقتي في فريق الدرجه الاولى وبيكسبوا، لان الحمد لله اشتغلنا معاهم كتير انا ومدربين زمايلي في القطاع الناشئين، ان احنا نقدر نحاول نطلع حاجه للنادي الاهلي. فالحمد لله فرحان بالنتيجه، فرحان بالاولاد الصغيره، اللعيبه الكبيره ادت على اكمل وجه، بشكرهم جدا، ابراهيم الجمال وسيف وعقب النصر ومروان سرحان، طبعا اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ولسه مروان عنده كتير قوي يعني لسه بيندمج مع الفرقه، وان شاء الله باذن الله الناس تشوف الفرقه لما تكتمل بقى يكون شكلها مميز ان شاء الله. عايز اسالك يا كابتن احمد على انطباع مستر جوستي عن اللعيبه الناشئين، وان المباراه اللي فاتت قال ان الرهبه بالنسبه لهم تلاشت مع وجود الخبرات الموجوده في فريق النادي الاهلي. والله يعني هو مستر اوجوستي من المدربين اللي بتؤمن بالناشئين، يعني هو من المدربين اللي بتؤمن بالناشئين وبيحب دايما يدي فرص للناشئين، وعنده ميزه ان هو ما بيفرقش ما بين لعيب ولعيب بالسن، هو الفرق بالعطاء مش بالسن. كل الناس هتاخد فرص، مفيش حد مش هياخد فرص، ده كلامه، ان هو مفيش بني ادم موجود جوه الهيكل بتاع الفريق اللي هو اللعيبه الكبيره واللعيبه الناشئين حوالي 23 24 لعيب، مفيش حد مش هياخد فرصه. وشفنا كل الناس لعبت النهارده في المباراه، ومع انها مباراه كلوز جيم قريبه ماشيه باسكت باسكت، نطلع 5 بونت ننزل نبقى ايكوال هم يطلعوا، فدي سياسته، وهو مبسوط جدا من الاولاد. وكل ما يعني هو بالظبط اللي هقوله لك، ما هو مش هيلاعب حد، انت اللي يعني اللعيب اللي هيلاعب نفسه، اللعيب اللي هو هيأدي وهيموت نفسه وهيثبت ان هو قد تيشيرت النادي الاهلي هو اللي هيلعب. كابتن احمد، في بعض يعني الكلام او التعقيب على بعض القرارات التحكيميه واستبعاد مستر جوستي في اللقاء، وقرارات تحكيميه اتعاملتوا معاها بهدوء، تعقيبك على الكلام على الامر ده ازاي؟ وايضا يعني مستر جوستي بعد المباراه اجتمع مع اللاعبين قال لهم ايه؟ بص داني، التلات حكام اللي في الملعب سواء تامر او كابتن تامر او كابتن ايه او كابتن وائل او الحكم اللي نزل مكان كابتن وائل، الثلاثه ناس محترمه جدا، عندهم قرارات غلط، عندهم قرارات غلط. هو التعقيب على الطرد بتاع مستر جوستي، ان انت يعني احنا مش العرف، هو المتعارف عليه ان الحكم لما بيدي تكنيكال فاول بيبعد عن الحكم، بيبعد خلاص عن المدرب، انت بتسيب الراجل بقى اللي خد تكنيكال فاول ده، بتسيبه الرد فعله، فاهم قصدي، بتسيبه الرد فعله.
لكن ما جيش انا هو اديته تكنيكال فاول وهاجي الزق نفسي فيه، كنا انا مستنيه يغلط تاني عشان انا يعني متعمد ان انا اطرده. فدي طبعا حاجه صعبه جدا، ممكن تكون بقى يعني مش هقدر اقول قله خبره، ان ثلاث حكام دوليين ثلاث حكام كبار، لكن تسرع هحطها تحت بند التسرع. لكن احنا بنثق في الحكام بتاعتنا جدا، نفسنا ان هم مستواهم يعلى اكتر، زي ما احنا بنحاول نطور مستوانا كمدربين او كلعيبه، نفسي طبعا ان هم يطوروا مستواهم اكتر، وهم اتطوروا وهم الناس على دماغنا، بس احنا كل اللي عايزينه ان الناس تبقى يعني تعرف ان الصفاره في الباسكت بتفرق. يعني احنا مش بنلعب رياضه اللي هي الصفاره فيها مش تفرق، لا الصفاره في الباسكت ممكن تحول الجيم تا اخر لحظه. الكره الفاول دي يعني اللي هي من وجهه نظري الشخصيه ولا فيها اي حاجه، مؤمن واقف رافع ايده لفوق اتصفرت فاول ممكن تقلب الجيم. فلا كل التحيه للحكام، بس يعني عايزين نجتهد اكتر عشان مستوانا كلنا مع بعض اللعبه تعلى. اخيرا مستر جوستي قال لكم ايه بعد انتهاء المباراه؟ انا عارف ان هو اجتمع مع اللاعبين. لا هو ما فيش، هو بارك للعيبه واعتذر، هو اعتذر للناس للفرقه والجهاز ان هو مش من عاداته ان هو يعمل كده خالص، وان هو ما فوجئ بالكلام ده، وبارك للعيبه على المجهود، وبارك للعيبه كلها يعني على المجهود الكبير اللي عملوه. وبس قلنا معدي التمرين ان شاء الله بكره وماشيين في خطواتنا اللي احنا بناخدها باذن الله. شكرك كابتن احمد، مليون مبروك وبالتوفيق في اللي جاي. الله يبارك فيك وربنا يخليك، ميرسي جدا. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. اعتقد نقاط كتير جدا مهمه جدا اثارها الكابتن احمد، ونقول مبروك لفريق النادي الاهلي بالتوفيق لفريق الجيش ان شاء الله في القادم من المباريات. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم وضيوفه الكرام. زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه ما سبتليش اي حاجه ممكن اسالها، كل ما يدور بذهننا. الحقيقه اللي انتم شايفينه النهارده من الفريق المليان بالناشئين واللي فيه عدد كبير جدا، ده مجهود سنين زي ما قال الكابتن احمد الجرحي، وقال ان مجهود وشغل من النادي الاهلي نلاقي عندنا هذا العدد من الناشئين. وكمان الحكام كلام محترم جدا قاله الكابتن احمد الجرحي عن الحكام وادائهم النهارده. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل.